الماضي اخذنا سيشن 11 اللي هو كان عن الاكسس كنترول صح، وشفنا قديش اهميه الموضوع خاصه بعد ما انك تسوي انت عمليه الاوثنتيكيشن بدك تسوي ديفنس على الريسورسز نفسها بشكل مباشر، فبدك تمنع الاخرين اللي غير مخولين انهم يوصلوا للريسورسز، وبدك تمنع المخولين انهم يوصلوا للريسورسز بشكل خاطئ صح؟ دول الشغلتين هذا معناته الاكسس كنترول كانت مضبوط؟ اني امنع الاشخاص الغير مخولين من الوصول للريسورسز كي حتى لو معهم يوزر نيم وباسورد، او يعني احدد وصولهم لبعض الريسورسز، معك سماحيه انك توصل للريسورس كمان بدي امنعك من استخدامه بشكل خاطئ. اوكي؟ هذول الشغلتين كانوا كور كونسبت بالنسبه لنا، وشفنا كثير مواضيع وناقشنا كثير مواضيع وكيسز بحيث انه نستطيع انه وسيناريوز طبعا نستطيع انه نستخدمها في اي سوليوشن احنا ممكن نديه لاي مؤسسه او لاي حكومه الكترونيه او حتى لاي سيستم اوكي لسكيور سيستم احنا بنطلع عليه. طبعا مع ذلك بدنا نكمل في موضوع التواصل. طبعا شفنا انه الاوثنتيكيشن والاكسس كنترول لنفس المؤسسه لنفس اللوكال اريا نتورك على سبيل المثال، او حتى لنفس الاورجنايزيشن ستراكشر بالهيراركيز اللي شفناها المختلفه واللي ناقشناها، بقدر اتحكم في بعض الاشياء. اذا كل مؤسسه بحد ذاتها ممكن ان تسوي تحكم في الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن إيشيوز اللي لها علاقة بهذه المؤسسة. على سبيل المثال وزارة الداخلية عندها نظام أكيد مطبق تتحكم فيه باليوزرز عملية الاوثنتيكيشن، عندها داتابيز لليوزرز وعندها ميثودولوجي لعملية الأكسس كنترول معينة أوكي، الأكسس كنترول ليستس أو الرول بيزد أكسس كنترول، أو يعني لها ديفرنت ميثودولوجيز تستخدمها لعملية التحكم بال الريسورسز اللي وزارة بي وزارة التعليم العالي على سبيل المثال برضو عندها، لكن ما فيش هناك أي ثقة مبنية بين الوزارتين هدول، بالرغم من إنه كل واحدة بحد ذاتها ثقة يعني بالنسبة لليوزرز اللي اللي اللي, اللي هم فيها ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة. يعني كل مؤسسة بحد ذاتها الستركشر تاعها بالنسبة لها ما هي اللي هي تراست ريليشن شيب الداخلية الخاصة فيها بنيتها بشكل جيد، لكن لا اعتقد انه الادمنستريتورز اللي في وزاره التعليم العالي او في وزاره الماليه او في وزاره الداخليه عندهم اي نوع من الانتر اكشن بشكل انا بحكي واضح، بحيث انه يصير في هناك نوع من تبادل الخدمات والسيرفيسز والوصول للمعلومات اللي موجوده في كل وزاره من خلال الثقه اللي موجوده في كل وزاره. يعني انا بثق في اليوزرز اللي عندي وانت بتثق في اليوزرز اللي عندك، طب ليش انت بتثقش في اليوزرز اللي عندي يدخلوا عندك؟ question one مش question صح؟ يعني question مهم. خلينا نشوف نناقش هذه الامور بالسيشن هذا اللي هو بنسميه شيء اسمه federated identity management. federated يعني ايش؟ قريب الى ديستريبيوتد بس مش ديستريبيوتد يعني اي فيدريت مخوها بالداتابيز فيدريت بس بالضبط هي هي لو نجي على معناها السياسي حتى اتحاد اتحاد مضبوط ولا لا؟ اذا انا في عندي وزارات بدها تتحد مع بعض وبدها تشترك في الثقه اللي بين بعضيها اوكي، بحيث انه تصير الاتحاد هذا بحد ذاته كمان في عنده تراست ما، بحيث انه يصير اليوزرز يقدروا يوصلوا الريسورسز المختلفة at different organizations. So هذا السيشن اللي هو سيشن 9 بحكي عن federated identity management، ومين اللي طبعا ممكن واحد يحكي فيه على عملية يعني authentication أو كمان ال authorization. So السيشن هذا will contribute برضو كنا the following ILOs اللي قلنا intended learning outcomes اللي هم بتحققوا ممكن من خلال السيشن من خلال الممارسه بعد ذلك بعد فتره بعد ما نلتقي كمان مره ممكن اوكي بنلاقي حالنا في عندنا اوكي قدره على اندرستاند اوف كونسبت
عن concepts underlying secure information systems. إذا نبني قاعدين هذا الكونسيبت شوي شوي. Have an understanding of various techniques used in identity management. بالتحديد أوكي بدنا نفهم شو يعني ال identity management. Understand the motivation, design, operations and management of modern systems for encryption, authentication, authorization and identification. طبعا من اللي احنا بنحكي هلا ممكن على الاوثرايزيشن والايدنتيفيكيشن اكثر مما بنحكي عن اي الانكريبشن نفسه. اوكي بالرغم ان احنا بنستخدم الانكريبشن كتول هون. اوكي طبعا في عندنا كمان انتلكتشوال سكيلز اللي ديزاين اند تو اند سيكيور اند افيلبل سيستمز الابيليتي تو انالايز ذا انفورميشن سيكيورتي ريكويرمنتس فور ان اورجانيزيشن. سو ويل اولسو بي ديسكاسينج ديفرنت كيسز وسيناريوز ونشوف اوكي طبعا الاذر سكيلز. سو الاوتلاين لهي السيشن راح يكون عندنا انتدكشن بشكل عام. راح نتطرق لاوفر فيو لل HTTP authentications اوكي والكوكيز والمايكروسوفت باسورد وباسوردز اند كابتشاز. اوكي دول يعني بعض التولز اللي فيهم بتلزمنا في بناء فكره ايش الفيدريتد ايدنتيتي مانجمنت. راح نحكي كمان عن التراست كيسز والديفرنت اكسس كيسز. رح نحكي عن الـ FIM بحد ذاتها وفي كتير examples للـ FIM. رح نحكي ناخد تنين اوكي رح ناخد تنين من هذول الـ examples اللي لهم علاقة في الـ Federated Identity Management. So many organization recognized okay, sensitive but unclassified networks and information systems like different ministries and entities in Palestine. Each invested in technology, governance, structures, policies, trust relationships that are not interoperable with each other. كل وزارة لابد إلا عندها بنية مضبوط واستثمرت يعني استثمرته في الـ في الـ في الـ في السيستمز استثمرته في الداتابيز استثمرته حتى في السكيورتي ايشوز والتولز اللي بيستخدموها لعمليه السكيورتي حتى في الكاباسيتي وحتى في الكاباسيتي يعني اوكي ان اول اسبيكتس تم عمليه الاستثمار. لكن ستيل بعتقد شيء انه طبعا هذا يعني احنا يعني بنحاول ان نخفف من حدته ونزيد من التفاعليه بين هاي ايش الاورجنايزيشنز من خلال هذا المشروع انه ما فيش انتر اوبريشنز بتوين هذول الديفرنت اورجنايزيشنز او ديفرنت مينستريز. اوكي سو we need to ensure that the right individuals have access to the authorized resources they need regardless of where they reside in the enterprise. شو الانتربرايز اللي عندنا؟ كل الحكومات كان بما فيهم المؤسسات والبلديات يعني اللي هو بنحكي عنه الناشونال اوكي الناشونال جوفرمنت اوكي وحتى كمان ممكن تحكي زي ما يعني من احد الاهداف اللي حكاها دكتور مصطفى في البدايه انه كمان احنا نخدم حتى الناس اللي برا نخدم الناس اللي برا. سو اذا انا مطلوب مني انه استخدم الريسورسز لانه اذا بتمنعني عن الريسورسز اللي المفروض اقدر اوصلها شو سميناها هذا نوع من انواع دينال سيرفيس او نوع من انواع الافيلابيلتي صح؟ يعني اذا انت بتقدر تعطي خدمات للناس اللي برا والمفروض انك تعطيهم يعني it means something wrong صح ولا لا؟ اذا كان نقدر نعطي بكون افضل لكن بشرط انه يكون authorized access to resources. بشرط يكون authorized access to resources. So example driving license renewal. Example given in tutorial one. أو طبعا we have so many examples. Okay. يعني أنا بدي أستطيع إنه أوصل لمعلومات إلها علاقة بوزارة الداخلية، معلومات وزارة الاتصالات، ومعلومات في وزارة الصحة. Okay. So we have different resources. الشخص مفروض إنه يوصلهم بغض النظر وين هو موجود. وفي نفس الوقت هو ممكن يكون تراستد بيرسون في الاورجنايزيشن تاعته. يعني اذا انا لي يوزر نيم وباسورد في البي بي يو فور اكزامبل او في بيرزيت يونيفرسيتي وهذه مؤسسه محترمه واليوزر نيم والباسورد اللي لي كمان محترمات ليش ما اقدرش من خلال اليوزر نيم والباسورد اللي لي فور اكزامبل في بيرزيت اني استطيع اخذ ريسورسز عندك في وزاره الداخليه او في وزاره التعليم العالي او في وزاره كذا از لونج از انه الامور كلها ماشيه في الامور يعني الصحيح اوكي طبعا اللي هي عمليا الاثورايزيشن ويل. سو سيكيورتي اند برايفسي اوف انفورميشن ار ميجر امبودمنتس اوكي تو انفورميشن اكسشينج اند سيستم انتر اوبرابيلتي.
اكبر معيقات لعمليه الاكسشينج للانفورميشن اللي هو ايش؟ البرايفسي. بخاف من البرايفسي، صح ولا لا؟ بخاف انه المعلومات اللي عندي انت تاخذها، مش بس انا بخاف، مش بس انت بتخاف مني. لما انا بدي اقرا من عندك معلومات عن الهويه او معلومات عن الباسبورت، مش بس انت بتخاف مني، انا بخاف منك تاخذ معلوماتي كمان، صح ولا لا؟ انا بخاف تاخذ الايميل اللي لي، بخاف تاخذ حتى تاريخ ميلادي. ديش عم يعرف تاريخ ميلادي مع المسيح، صح؟ مش من حقك تاخذ تاريخ ميلادي، حتى لو انا موجود هون وبدي معلومه من عندك وبدي رقم هويتي وبدي باسبورت وبدي اقدم لك باسبورت، بديش انا انت بشكل او باخر تعرف رقم ميلادي الا تعرف ايش بشكل مباشر المعلومات اللي انا بس سامح لك انك تاخذها. طبعا والعكس صح. طبعا كل هذه جمالها معيقات في تحقيق الايش؟ الانتروبرابيلتي. يعني مش بس الوزارات كمان خايفين من بعض، كل جامعات اوكي، يعني الكل عنده شيء بده بيحاول يحرص عليه، مظبوط ولا لا؟ فهذه طبعا احد المعيقات. So users must subscribe to multiple sites and manage multiple security credentials in order to get access to the resources they need at different ministries. مصيبة. يوم ما اجي عندك بتقول لي هي كارت وهي يوزر نيم وباسورد، اجي عندك بتقول لي هي كارت وهي يوزر نيم وباسورد، اجي عندكم كارت يوزر نيم وباسورد. او على الويب سايت ادخل وسجل واعمل ساين وبعدين بنبعث لك على الايميل، واذا الايميل صحيح وسوي اوثنتيكيشن وسوي كل الاشياء هاي. شيء شو ماله بالاخر؟ ممل. تخيل انت مره كل سنه بتستخدم الباسورد، كل سنه بدي ارجع اتذكر اليوزر نيم والباسورد، ولا كل خمس سنين ممكن بدك اياه هذا الباسورد؟ مشكله وصلنا لهي المرحله، معناتها بنعمل لها حكومه الكترونيه اوكي. اذا حتى هاي وصلنا لو عندك 20 صوت بس. طبعا هذا السوليوشن اني اسوي ديفرنت مالتيبل سايتس، والسايتس كلها بتسوي عمليه مانجمنت للكريدنشلز لليوزرز، معناته فيري اكسبنسيف فرستريتنج فور يوزرز، ومش سكيلبل. لما يكبر السيستم بفضل سكيلبل اوكي. يعني تخيل كل الشعب الفلسطيني مسجل في وزاره الداخليه، وكله مسجل في وزاره التعليم العالي، وكله مسجل وكله مسجل وكله، يعني ما يعني مضيعه للريسورسز كمان، واكسبنسيف صح؟ وفيري اكسبنسيف. ممكن هي على اساس حكيت اتفضل عن البريفسي. بالنسبه للنقطه، يعني اول شيء في وزارات شركه الان بتخرج يعني مع الداخليه مع العدل، يعني في وزارات في كوميونيكيشن، يعني نقدر نقول زمان فكان مفهوم انه صعب مؤسسه انه يدخل على السيستم، يعني الان في خدمات، يعني المواصلات مع الداخليه اخذت، اعتقد العدل اخذوا، الصحه اخذوا، يعني في وزارات صارت تصل. هاي نقطه. بس انت حكيت عن شغله البريفسي والخصوصيه، احنا يمكن عندنا مشكله بمفهوم انه انا مثلا على سبيل وزاره الاتصالات نفترض اني انا بملك اللي هي ترخيص المحطات الداعمة، أنا كموظف وزارة الاتصالات بعتبر إنه هذا حقي، أنا الأونر لهذه الداتا. على العكس تماماً، إنه مش أنا الأونر لهذه الداتا، أنا بس يفترض إنها تصير بتقارب، إني أنا إنسان بستخدم الداتا هاي، بستخدم الداتا وليس أنا بملكها، اللي بملكها أنا الشخصي، أنا كشركة المعلومات اللي عندي هذه اللي يعني لازم نصل بالمفهوم البيرس او الاونر للداتا، انه مش المؤسسي ولا الشخص ولا السيستم نفسه اللي موجود هو الاونر، هو الشخص اللي عليه البيانات او له البيانات هاي هو الاونر، هو اللي يسمع او يمنع، هو اللي يسمع. ولكن اي مؤسسه ثانيه هي تستخدم هذه البيانات لاداء خدمه معينه، لكنه بالنهايه هو مش الاونر لها. يعني كمان مره تاريخ ميلادي او تاريخ اوكي تاريخ ميلادي موجود في وزاره الاتصالات على الرخصه او على الرخصه السياره اللي عندي على سبيل المثال او على التامين. تاريخ ميلادي معرفته ملك الي انا، سمحت فيه بس لهذه الوزاره تستخدمه. ممنوع هذه الوزاره تعطي وزاره ثانيه بدون اذني، الا اذا انا كنت اصلا لما اخذ مصرح انه بسمح لوزارات ثانيه تستخدم هذه المعلومه من هذه الوزاره. بتمنى انه هذا الامر ينبحث بشكل واضح، وهذا كمان مره بذكركم فيه في التوتوريال 6 اوكي. التوتوريال 6 راح يحكي عن كل هاي الاشياء، لانه هاي هي بعدين المينش. تفضل. اكبر معيق بحس انه مدراء الاي تي
الدرجة العامة. ليش؟ لا هلا مثلا ممكن الوزير او الوكيل بس بده يتخذ قرار وما بعرف تفاصيل مش تكنيكال برجع لهم. بس المشكلة لو وافق ما في عنده اللي بالاعلى منه ما في عنده مشكلة بس بتصفي ترجع النقطة عنده. يعني هذا الصبح كنا نناقشه انا وعمر، مكتب التسجيل عندنا بده يحط في مركز الحاسوب الداتا بيز تاعت التسجيل. عمر طلب منهم كتاب رسمي انه اذا بدك تحط عندي انت مسؤول عنه، يعني عن الداتا بيز اللي عندي على السيرفر على مركز الحاسوب. اوكي؟ قامت الدنيا وما رجعتش. ليش؟ بقول لك انه انت مركز الحاسوب بدك تخدمني، ماشي بقى انا بدي اخدمك بس انا بدك تعطيني كتاب انه حطه على السيرفر عندي. عشان انا لما تنسرق من السيرفر من عندي بتحمل مسؤوليتي اذا انا كنت مسؤول، بس اذا انت كمان بتستخدم داتا بشكل خاطئ بدك تتحمل مسؤولياتك. يعني قول لي انه مسموح لي، انا ما عنديش تكنيكالي ما عنده مشكله انه يحط هذه الداتا بيز على على السيرفر عندي بعدين في، بس ما حدا بيحميه. اوكي، اذا حدا ادمنستريتر ثاني اخذ هذه الداتا بيز وراح وزعها على الناس فور اكزامبل. اوكي، فهون هون زي ما تفضلت انت بدك دائما هي القضية بنرجع لكل شيء بالدوكيومنتيشن وبوليسيز. إذا البوليسيز واضحة الاي تي ادمنستريتور لازم هي شود ستيك لهدول البوليسيز، مش هو اللي يحطها ولا هو اللي يقرر. هاي المشكلة مش هو جزء من القرار لحتى الآن. الاي تي ادمنستريتور جزء من القرار، بيسأله بيجي بيسأله المسؤول الأعلى منه نعطي ولا ما نعطي، بقول له إذا أعطيت بصير كذا كذا، فبقول لك أنا ما بتحملش مسؤولية الأعلى منه، وهو بقول لك ما بتحملش بتصفي الشغل نعطيه. مع إنه الأصل إنه ينحط، أوكي، إذا أعطينا شو بده يصير، وهذا هذه مسؤوليات مين وهذه مسؤوليات مين، وإحنا هذه المعلومة إذا انعطت فيها فائدة هيك وفيها ضرر هيك إذا طلعت هذه المعلومة. شو اللي بدنا نسوي؟ بنيجي ناخذ قرار على هذا البوليسي، يعني بنحط بوليسي في النهايه وهو المفروض انه يطبقها. هلا اجى شخص اخر بده يغير البوليسي، بتقدرش، مش انت مسؤول عن تغييرها ولا انت مسؤول عن تمريرها من تحت الطاوله، بدها تكون البوليسي واضحه بالنسبه لها وضوح الشمس وتنفذها زي ما هي منصوص عليها باللوائح يعني اذا مسموح تحط داتا بيز بتحط، مش مسموح بتحطش، انتهى. بس مش على خاطره بحط وبحطش. يعني مدير الاي تي بده حدا يحماه، يعني مش طلع مثلا. طبعا بده، يعني بده عشان هيك لازم يبلش بالبوليسيز، تنكتب البوليسيز. وفي اليوم الاي سي 27000 زي ما حكينا، في كثير اشياء موجوده في المؤسسات ممكن واحد الاستناره فيها ويجيبها ويعدلها ويناقشها من خلال لجنه في الوزاره او في المؤسسه او في الدائره اللي عنده ويتبنوها. يعني مش يعني ما فيش داعي نخترع العجله كل مره. يعني برضه كمان بتقول مثلا في وزاره المواصلات فعلا في كثير شركات السيارات بتتعامل معنا بتطلبوا اياها عن السيارات وعن الارقام الشخصيه، بس في ناس مثلا يعني بتطلبوا شيء مثلا يعني صعب انهم ياخذوه. صعب من حيث ايش؟ مثلا كمان كشركه مثلا عجال السيارات بتستحفظ بلد جديد، فبطلب مثلا عدد السيارات في البلد معين. اوكي. وبطلب مثلا بدهم قال كل سياره معينه مثلا رقم الشخصي واسم صاحبها. بس عشان تقرر فيه. هذا هو بكتب كتاب لا ال حتى الوزير ما بده يقدر. هذا مش تكنيكال، هذا الايجال. بس اذا هذا الحكي مسموح بالقانون اذا بس انت مش مفروض تطلب، حتى لو تطلب كل الداتابيز ما دام اجاك قرار انه اعطي هذول الجماعه بحط الكتاب على جهه وبترخو وبوثقوا عندي وبطلع ان شاء الله بيحمل السيرفر بعدين. مش المفروض انت كان بحكي كاي تي ادمنستريتر، مش المفروض ترفض. ما هي في شغلات بس اوكي على شغلتين. وبرضه احنا الاي تي بنضل نشد في حالنا ونحمل حالنا امور المفروض احنا مش الاي تي. لا مو انا بتعمل هاي لما حكى انه الاي تي بشكل عام للاسف الشديد، ما هو كل المؤسسات كل الامور. يعني انا بعد بعمل على سبيل المثال اتش ار سيستم عندي، خلص بيعتبروه الكل بيتعامل معه انه هذا المسؤول عنه هو الاي تي، ويفترض انه مش الاي تي اللي مسؤول عنه. المفروض المسؤول عنه الهيومن ريسورس، هو المسؤول عنه. مين المسؤول عنه؟ طلع من ابو داتا او تدخل في وين اللي تسمح او مين اللي تحدد؟ بس مو المفهوم لانه ما في حدا قادر. احيانا احنا بنتدخل وبنعطي تدخل من وجهه نظرك الشخصيه. في ناس بيعطوا، يعني في ناس بيمنعوا من هون. بس في منا احنا الادمنستريترز نفسنا، تعال يعني انا احنا اثنين قاعدين على نفس السيرفر، بيجي زميلنا سلام
بقول عمر صحبي هو عمر، عمر بيعطي الداتا بيجي لي نفس الادمنستريتور ونفس الليفل ونفس يعني نفس البوزيشن في الاورجنايزيشن، برفض والله لا ممنوع اعوذ بالله كيف اطلع على الداتا. ما هو في احنا اكثر بنعمل بأثر علينا في البرايفسي، لان اول شغله اللي هي الافيلابيلتي، يعني انه انت لما بتيجي بدك تخزن في الداتابيز او المبرمج او المصمم بيخزن في الداتابيز رقم هويه شخص، بقول لك انا ايش بدي اخزن اسمه الرباعي في النهايه هو كمؤشر او هو ايدنتيتي للشخص نفسه، انا باخذ باقي الداتا من وزاره الداخليه بدي اروح اخزن وباخذها ابديت، لما بدي اروح ياخذ من المواصلات برضه نفس الشيء. بس في عندنا اكثر من عامل، اللي هو اول شغله اللي هو المستوى الفكري اللي موجود عندنا اللي هو لازم انه اصلا يتسمى اويرنس، تمام. شغله ثانيه اللي هي الافيلابيلتي، يعني لانه عندك باي لحظه ممكن يصير عندك اتاك على وزاره الاتصالات وتقطع عندك مخطوط. طيب ايش ارقام هويات لمين؟ عندي ارقام هويات لمين؟ عندي رقم سياره بس لمين؟ بعدين يعني بعدين لا دكتور بس بعدين في عندك برضه شغله ثانيه اللي هي مدى ثقه الناس فيك انت. الثقه اللي موجوده عندنا في موجوده في كل الوزارات مش بس في الاجهزه الامنيه، في الاجهزه الامنيه وفي الوزارات، انه بيجي لا يثق فيك انت كشخص اي تي، انه انت بتاخذ المعلومه ممكن توزعها على صوتك، لانه انت بقول لك انت كاعل على السيرفر انت شايف كل الشغل، ممكن انك انت في لحظه معينه يلعب شوي ضميرك معك تحمل الداتا تحمل حالك تروح تطلع. فبتحب الشغله لحد معين، يعني هي ثقافه هي اويرنس، يعني نوع من الاويرنس. بس نرجع على اساس البوليسي، الان بنشتغل على سياسه عامه تبع كل المؤسسات الوقت الحالي وكل بتوقع جزء اغلب الوزارات حضرتها انها تكون سياسه عامه انه تلتزم بها كل المؤسسات. بنحكي احنا عن يعني عن بوليسي معتمدة على الاي 27001 كايميل كباسورد كبقى بغض النظر وتحديد المسؤوليات والصلاحيات وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، يعني هي قيد دراسه اساس من هذا القرار وتم نقاشه جيد. بهذا جزء منها اللي يعني اللي بنعمل بالحكومه الالكترونيه، انه جزء يعني زمان احنا يعني بلشنا من الموضوع من غير ندعي وزارات ما حدا كان يجي ما يعني خلينا نقول ما كانش في الاوائل، ما كانش الاوائل بس هلا واضح انه انا مش شوي صار اويرنس. يمكن اللي عجل الموضوع السكيورتي وتشكلوا فريق وطني للسكيورتي بقرار وزاري تشكل فريق انه الهجمات الاخيره اللي صارت على الاتصالات وصار في يعني موضوع جدي او خلينا نقول له معنى اكثر عجل فيه وخلى الامور يعني تصير تنشغل عليه بطريقه يعني اسرع، لانه اصبح شيء مريح انه يكون في سياسات وفي بوليسي وفي تحليل. تمام تمام. بس بشكل عام الاويرنس مش بيوم وليله، لا 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 عند 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 الناس، يعني مش بيوم وليله الناس راح تفهم الامور هاي ولا راح تطبقها، ولكن هي شوي شوي بتنتقل، يعني صارت تنتقل لشريحه اكبر. يعني مثلا هسه بدنا ندعي لاي اجتماع او اي وزاره تعطي اجتماع اي تي صار في اي تي بدنا على فكره للعلم هذا السيشن جزء من هذا السيشن جزء بما فيه الاف اي ام المفروض يحضروا فيه ناس اداريين في الوزارات غير التكنيكال او مع التكنيكال المفروض يعني احد الاشياء اللي احنا كنا مطالبين بما فيها اللي هو السيشن الاولاني وهذا السيشن المفروض انه ينحضر من اكثر من يعني اكثر من قطاع اساس الاويرنس اوكي يعني كجزء من الاويرنس اوكي anyway. اذا احنا بدنا نحاول نخفف من هذه المشاكل نفهم انه اذا في تكنيكال سوليوشنز بتساعدنا على تجاوز المخاوف هاي ممكن انه نخطو خطوات اخرى في سبيل انه نحقق اوكي الاهداف اللي لازم نلاقي احنا مثلا برضو كونكشن بين الوزارات معين طريقه معينه انه احنا ما نعتمدش فيه بس على كوابل الاتصالات لانه الاتاك ممكن انه ما يكونش انه فقط اونلي اي تي ممكن يكون كمان فيزيكال اتاك فيزيكال اتاك طبعا بس انت بدك تحسب كل الحسابات بشكل صح بس دير بالك في شغله مهمه اذا بدنا نستنى عمرنا ما بنسوي سيستم كمان يعني هذه كمان قضيه مهمه يعني اذا بدنا استنى على ما اسوي شيء عمروش ما بصيرش زيه عمره ما بصير عندنا شيء كمان هيك هذا السيم تايم صح بس يعني انا دكتور انا بس بدي اعلق بس عندنا بدائل طبعا طبعا اوكي ابدا
وامشي خطوات بعدين بتسوي البدائل او بتوجد البدائل بسبب المشكله. يعني انا اللي صارت هو احيانا لما بصير مشكله بصير الدراسه اعرض نحن بالحاسوب الحكومي لما صار الاتاك عطلت الخدمات هلا الان اخذنا مايك ووش من شركه ثانيه غير الاتصالات كباك اب لاين في بعض وزارات نفس القصة يعني أخذت باك اب لاين لها غير اللي بحطه منك كحاسوب حكومي هو أوكي ماخذ من عندنا وأخذ باك اب لاين آخر فالموضوع يعني هي الموضوع يعني استحالي أنا أبني كل شيء كامل برا تبدأ مثلا بقول هاي صارت مشكلة بناء على مشكلة أخذ قرار إنه يعني نبدأ يعني نبدأ ولا أظل أقول لما أنا شخصيا بقول نبدأ نكمل أنا بدي كل شيء بس طبعا بدك حد أدنى من إذن خلينا نمشي اوكي نحن نحكي شوي اوفر فيو عن الاتش تي بي هذا بتعرف معظمكم اوكي الاتش تي بي بروتوكول وكيف عمليا بتشتغل وعلى اساس انه ممكن نستخدمها في السلايدز اللي لقدام سو بشكل عام اوكي في عندنا الكوكيز الكوكيز ليش نستخدمها مين بيعرف ليش بنستخدم الكوكيز عشان نحافظ على الاتصال بين اليوزر والسيشن شنو الكوكي عمليا عباره عن اي كود كود فايل او كود او شيء مخزن عند على البراوزر تاع عند اليوزر اوكي حتى اني اسوي انا نوع من التواصل مع هذا البراوزر بشكل او باخر سو الاوز ا ويب سيرفر سايت تو ستور ستيت انفورميشن فور اتسلف اوكي ويوجوالي انكريبتد هاي الداتا بتكون اون ذا يوزرز براوزر يعني ممكن يكون فيها معلومات عن السيشن يكون فيها معلومات عن عني انا عن عن, عن عن وين وصل اليوزر شو بيسوي اليوزر اوكي اذا هي فيها نوع من انواع الانفورميشن يوجوالي بتكون انكريبتد ليش عشان ما حدا عشان ما حدا يطلع على المعلومات اللي فيها اوكي لانه يعني حتى لو اجى شخص بده يطلع على حتى لو انها بتخصني بدي في جزء من المعلومات لها علاقه بالسيرفر نفسه شيء له علاقه باليوزر نفسه اوكي سو يوجوالي بتكون انكريبتد سو ا سايت كان ستور ماني كوكيز And the client should return them all when it returns to the site. Okay, retain them. Okay, مش return retain لازم تكون. Okay, them all when it returns to the site. إذا ممكن الكوكي لها صلاحية لها فترة صلاحية ممكن بنتي تاريخها مع انتهاء السيشن وممكن لما أرجع المرة الجاي ألاقيها موجودة وأستخدمها وأكمل أوكي عليها إذا ممكن أن تكون لها سيشن محدد ممكن هذا السيشن يكون قصير أو ممكن يكون شهر عدة أيام يوم يومين ثلاثة أوكي ممكن إنه الواحد وعشان هيك مرات على فكرة بتلاحظوا مرات بتسوي أشياء على السايت بتصير أشياء غريبة فبتضطر تروح تمحي كل الكوكيز اللي عندك وكأنك تبدأ الستيت من أول وجديد عشان ما يخزن لكش معلومات أو ما ترجعش لنفس النقطة اللي أنت كنت موجود فيها. So أحد السوليوشنز لبعض مشاكل البراوزرز إنك تمسح الكوكيز القديمة أوكي الهيستوري تاع الكوكيز يعني أوكي على أساس إنه يعني تبدأ من أول وجديد مع هذا السايت على سبيل أحد السوليوشنز مش دائما أنا اليوم البراوزرز مور انتليجنت وبيسووا هاي الأشياء بشكل أوتوماتيكو و they know when and what to do أوكي بس برضو مع اليوزر في مرات صلاحيات إنه يقدر يتحكم في دول الكوكيز يمنع الكوكي أو طبعا دير بالكم في بعض سايتس ما بتشتغلش اذا منعت الكوكيز اذا وقفت الكوكيز في بعض سايتس ما بتشتغل بس فيها اشكال الكوكيز كمان اوف كورس طبعا عده انواع وعده يعني بس بيسكلي هي عباره عن فايل او انفورميشن اوكي اللي من خلاله بخزن الستيت تاعت السيرفر على عند اليوزر اوكي على البراوزر عند اليوزر اوفن يوز اوكي تو انيبل سنجل ساين اون اوكي سينس ذا سايت كان تيل If a user is already authenticated or not, okay? يعني لو أنا سويت دخلت على السايت عندك سويت authentication رحت على ياهو بعدين عودت رجعت على السايت عندك فيش داعي مطلوبش مني أدخل كمان مرة user name وباسورد منه كيف يعرف السايت لما رجعت عليه إنه ما في فيش داعي إني أنا أسوي كمان مرة الكوكي من الكوكي for example سكر البراوزر ويرجع على نفس السايت في نفس الكوكي في نفس القعدة في نفس يعني مرة نفس البراوزر أنت فاتحه بتروح على ياهو ربع ساعة وبعدين بترجع بتطلبش منك يوزر نيم وباسورد سكر البراوزر وبعد دقيقة ارجع افتح البراوزر بعاود اطلب منك يوزر نيم وباسورد اوكي اذا لما سكرت البراوزر هذا النوع من الكوكيز بكون مخبر البراوزر انه ايش امسحه لما تسكر البراوزر انهي السيشن وانتهت السيشن معناته كمان انتهت صلاحية هذه الكوكي اذا لما ارجع انا على نفس السايت
على الوزارة عندك على سبيل المثال بتعرف تطلب مني كمان مرة يوزر نيم وباسورد. أوكي إذا يعني هي عبارة عن يعني وسيلة تواصل ومعرفة حالة الوضع عند اليوزر ومرات معرفة البراوزر لحالة الوضع عند السيرفر من خلال أوكي معلومات تخزن في هدول الكوكيز. وطبعا فائدتها كثير حلوة في البداية على فكرة يمكن 10 سنين أول ما بلشت هاي شغلة الكوكيز كان الناس تموت خوف منها. كيف فكروها إيش؟ فيروسز كان. أوكي هلا فيش تقريبا فيش سايت بتشتغل يعني بدون ما تستخدم الكوكيز. طبعا المانجمنت لها اليوم فيري انتليجنت من قبل البراوزرز. أوكي البراوزرز الحديثة بتسوي مانجمنت للكوكيز بشكل فيري انتليجنت وبتستفيد من المعلومات اللي فيها. يوجوالي طبعا في عندنا اتش تي تي بي ريكويست طبعا السيرفر ات ويل سيت الكوكي عند اليوزر بعدين انذر اذا صار عندي انذر اتش تي تي بي ريكويست ورجعت الكوكي فيها السيرفر بيسوي ريسبونس بدون ما يسوي كمان مره سيت للكوكي. خطيره الكوكي ممكن اذا انا سكت الكوكي وما يو ار مش على مش كلها بس في منها تشذي مش ما بقول لك هذا اليوم بس معظم البراوزرز انتليجنت انف والسيرفر انتليجنت انف تو ديسكفر هاي الاشياء يعني كان هذه ريبلي اتاك دير بالك يعني هاي ريبلي اتاك ممكن هاي ممكن تكون لها علاقه ببعض السيشن تايمينج والسيشن راندوم نمبر. تفضل. بس في شكل ثاني الكوكي مش انه بيخزن لك كود على الهارد ديسك او عندك على الجهاز في بمرق الكوكي في اليو ار ال وبرجع معاه على الويب سايت ما بتخزن بتخزنش على الويب سايت كمان بس ممكن تتخزن مرات يعني نط مستر لي بس ان تتخزن في الشرط يعني في ممكن تكون في نفس ال اليو ار ال ريكويست. طبعا عندنا كمان فكره الاتش تي بي ريدايركت. مين بيعرف الاتش تي بي ريدايركت اللي هي عمليه تحويل من اليو ار ال اليو ار؟ وهي راح نستخدمها كمان كثير اليوم في فيدريتد ايدنتيتي مانجمنت. ليش؟ لانه لما بدي اسوي انا اوثنتيكيشن او بدي ادخل عندك على ريسورس في سايت اذا انا ما كنت اوثنتيكيتد ممكن السايت اللي عندك يحولني على محل ثاني. سو يوجوالي اليوزر بيطلب من 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 سيرفر انفورميشن. السيرفر قبل ما يعطيني انفورميشن بيحوله على سيرفر ثاني اوكي وبعدين السيرفر الثاني بيعطيه معلومات وممكن يرجع يطلب معلومات من السيرفر او من السيرفر الاول. ففيها بنسميها عمليه ايش؟ ريدايركت. سو allows one server to pass information to another server via the browser as information in a URL. okay. وفي عنا طبعا اللي هي HTTP form post. one server builds a form with an option okay, or an action to post it to another server. okay. delivers it from the browser in the message body which then submits it to the other server. إذا كمان بقدر أمرر information من هذا السيرفر state information من هذا السيرفر للسيرفر التالي حتى لو يستخدمها في عمل شيء معين. بس منين بمررها؟ عبر البراوزر. اوكي عبر الدايركت ريكويست. طبعا هذول الاتش تي بي كوماندز واعتقد انهم يعني مش صعب انه الواحد يستخدمه. طبعا سام تايمز في عندنا وانت بتمرر المعلومات في عندك قضيه البرايفسي بروتكشن كمان انه هل مسموح لهذاك السيرفر يمرر هاي المعلومه للسيرفر ولا مش مسموح؟ كمان هذه فيها نوع من انواع البرايفسي. على سبيل المثال هون اذا انت بتكون مدخل انا داخل على مايكروسوفت فور اكزامبل وانا اثق في مايكروسوفت بعطيها اليوزر الايميل ادرس فور اكزامبل. هل مسموح مايكروسوفت لما انا اذا ما بدي تمررني مثلا على الهوت ميل او على سيرفيس برضه بتثق في مايكروسوفت هل مسموح لها تمرر الايميل لي لهي الشركه ولا لا؟ هذا كويستشن. فمرات انت لما بتسجل بيسالك انه شير ماي ايميل ادرس شير ماي فيرست اند لاست نيم شير ماي اذر اوكي ريجستريشن انفورميشن. هلا اذا بتسوي تشيك بتسمح له معناته للسيرفر اللي هو اللي انت بتسجل عليه انه في الريدايركت او في عمليه الكوميونيكيشن بتوين الديفرنت سايتس زي ما راح نشوف كمان شوي في الـ في الـ في, الـ في عمليه الاوثنتيكيشن بتوين ديفرنت مينستريز هل بسمح امرر هاي المعلومات من وزاره لوزاره ولا بسمحش؟ اوكي طبعا هذا التشيك بوكس بقول لك في يوم من الايام انه انت سمحت لي انت اللي حاطه هذا التشيك بوكس. اوكي يوجوالي بيجي فاضي شو معناته؟ باي ديفولت مش مسموح unless you choose انه يكون مسموح. طبعا في كثير سايتس بتعرف وبتستخدم هاي المعلومات من بعضها البعض اوكي حتى انها تستطيع انها تسوي تبني داتا بيز او معلومات عن الاشخاص اللي بيدخلوا في الديفرنس خاصه الشركات الكبيره. اوكي طبعا بما فيها اكزامبل الباسبورت راح نحكي عنه ليتر. طبعا
طبعا لما بتسوي انت ريجستريشن في سايت او بتسوي اي اكشن على سايت كثير مرات بتقدر تسوي نفس العمليه بشكل اوتوميتد. اوكي يعني مثلا نفرض انه بتقدر انت بدك تسوي ريجستريشن بس بدخل يوزر نيم باسورد ايميل ادريس سكريبت. اوكي وتقدر تبني انت سكريبت تسوي له تسجيل لمليون يوزر. بدك الساعه شو بتسوي في سايت او على الدوس تقدر تعمل بوست يعني تقدر تسوي الكوماند نفسها اوكي بسكريبت او ببرنامج او ب اي تول اي تول بتقدر تسويها. شو بتقدر تسوي هذيك الساعه في السايت اللي انت بعمل بتبني عليها قدام اللي هو انا في ليفل اتاك هيك او ديكشنري اتاك يعني هذه او بتعمل جست الباسورد بالضبط جست الباسورد بتعمل اجرب طبعا ديكشنري طبعا حلها يوجوالي بتعرف في ايش في مش بنسميه كاتشز اوكي يو كومبليت اوتوماتيد بابليك Turing test to tell computers and humans apart. Okay, so usually they use graphical letters. Will user بده يحسر هاي أو يكتب هاي letters على site. So one by one هذي تبطئ بشكل كبير عملية إيش؟ الجيسينج أو الأوتوميشن لعملية الجيسينج. الأوتوميشن لعملية الجيسينج. Okay. اشتغلنا في مشروع مع أوميو يونيفرسيتي في السويد. كان مطلوب من الطلاب اربع طلاب كان مطلوب منهم انهم يسووا سيستم يحزر الكابتشا هاي ويصير يدخلها بشكل اوتوماتيك يعني شو بدك ايمج بروسيسنج هون عمليا بحيث انه اليوزر او السيستم عندك كاميرا بتاخذ هاي اليوزر بتسوي لهم باتر ريكوجنيشن وبعدين اذا ات برينتس ات فور ذا يوزر بشكل او باخر. طبعا يعني هذا كمان زي اتاك يعني يعتبر من نوع من انواع الاتاكس. طبعا ممكن اعتبره كمان ممكن شيء مساعد لمين للناس العمي على سبيل المثال انهم بيقدروا يدخلوا على مع انه في سوليوشن دائما للناس العمي شو بدي اوكي دائما في كمان السام اوكي سو يعني يوجوالي هاي عباره عن تول تستخدم في عمليه الريجستريشن زي ما راح نشوف كمان شويه لما نحكي عن الفاي ام كونسبت نفسه شو صار معهم ما شاء الله يعني they did something okay they did سووا شغلات وسووا شغلات حلوه طبعا كان حتى different captures مش بس هذا النوع من الكابتشز اوكي كمان في different captures في مرات بدك تركب انت في كمان مشروع كانوا يسووا يعني authentication by graphical user interface بالماوس بدك تختار صور وتركب صور عشان تستطيع يعني الباسورد تاعك عبارة عن سيكونس اوف اير زي لعبة الليجو هاي او ايش بسموها ولا بازل اوكي بازل دمار. رح نحكي هلا عن برضه كمان موضوع مهم عن تراست دومينز اند اكسس كيسز اوكي شو ديفرنت اكسس كيسز اللي موجوده عندنا. بس قبل ما نحكي عن هدول الكيسز تراست دومينز ديسكرايب The boundaries of a security infrastructure operating under a consistent set of policies, governance, and technology mechanisms. So usually, each of your ministries, to some extent, by itself, is a trust domain. صح؟ مزبوط ولا لا؟ مزبوط. هل في نفس الوزارة في sub trust domains عندكم ولا usually كل وزارة بحد ذاتها trust domain؟ كل وزارة trust domain. كل وزارة trust domain. بس في departments نفسه. لا كل واحد من بس مو لا مثلا في وزاره التعليم العالي يمكن مختلف الحكي صح عندك يمكن كل دايركتوريت يمكن فيها تراست دومين في يعني هل الدايركتوريز مثلا بيثقوا ببعض مع الوزاره ولا كل هم سايد اوف دومين يعني يعني اوكي يعني مش بهذا هذا الارض يعني الدايركتوريت اللي هون او اللي هون توثق في هذا والعكس مثلا البلديات كمان في وزاره الحكم المحلي كمان هل هم تراست صاب تراست دومينز كل واحد لحالها ولا هم تراست يعني كل وزاره الحكم المحلي بحد ذاتها تراست دومين ولا لا اوكي اذا هي عباره عن باوندري اوكي فيها بوليسز خاصه فيها جوفرنس خاصه فيها وتكنولوجي ميكانيزم خاصه فيها لكن الكويشن هل الانتر دومين تراستد ولا مش تراستد اوكي هذا الكويشن المهم اوكي هذا اللي احنا عملنا طبعا بنناقش فيه من الصبح او من الساعه 11 اوكي سو بروبلم في عندنا الاوثنتيكيشن اند اوثورايزيشن
are typically recognized only within a given trust domain. Unless ايش؟ Unless the person is not authorized. لاحظوا المرة الماضية حكينا عن شغلة حلوة كمان ممكن نسوي الاوثنتيكيتر إذا تتذكروا. كان في حكينا الاوثنتيكيتر بيشتغل في one theme بس ممكن أخليه يشتغل في different themes. صح ولا لا؟ اللي هو عن طريق الكيربروس بروتوكول مزبوط؟ حكينا عن الكيربروس ممكن إنه يستخدم في عملية الانتر ثيم اوكي او الانتر ممكن مثلا على سبيل المثال كمان ممكن ابني تراست ريليشن شيب بتوين التو تراست دومينز نفسهم وديك الساعه بصير كانه نوع من انواع التراست. سو وات از ريكوايرد تو اتشيف انتر اوبرابيلتي اكروس ديفرنت تراست دومينز اوكي. سو ليت اس سي شو الاشياء اللي بنحكي عنها. بس قبل ما نروح بنشوف اللي هم الاكسس كيسز خلينا نسميهم شو يعني شو اللي عمله يصير عندي عمليا في حقيقه في على ارض الواقع. في عندي different access cases. Okay. Case one على سبيل المثال إنه أي user wants to access one application or service. طبعا another case one user accessing many applications or many users accessing many applications. Okay. يعني في غيرهم يعني let us think about other cases. في عندنا غيرهم cases. User بده يستخدم بس one application أو many applications نفس اليوزر أو many users بيستخدموا many applications. طبعا الحالة اللي هي many users بيستخدموا one application برضو يعني embedded. So if we have one user accessing one application في عندي يعني إيش غير أسهل إيش. طبعا شو في عندي شغلة في شغلة الفيتينج أول إشي هو who are you اللي هي إيش حددت هاي بعدين عندي permissions what can you access سؤال بدي أسأل صح؟ هذا السؤال كمان بدي أطلع الـ credentials اللي معاه how do I know it is you okay اللي هي password أو smart card اللي هي عملية verification مع الايش مع الـ مع الـ مع authentication بحد ذاته صح؟ طبعا بعد الـ identification will verification يعني اللي هي authorization authentication. So access requires authentication of credentials for this user to access resources on these servers. هذا أول كيس. Okay. هذا أول كيس. Usually هاي سهلة. ليش؟ لأن إذا أنا بس بستخدم هذا الابليكيشن بعطيه يوزر نيم وباسورد وبسوي عملية فورم عندي وما فيش فيها مشكلة مظبوط هذا بسوي فورم كل ما بده يدخل هذا اليوزر على الفورم بتأكد إنه ممكن استخدم الاكسس كنترول ليست او استخدم الديسكريشنري اكسس كنترول او المانديتوري اكسس كنترول او الرول بيز اكسس كنترول حتى اشوف شو بيقدر يسوي في كل وقت على هذه الابلكيشن لكل يوزر. انت شو بتقدر تسوي على هاي الابلكيشن انت شو بتقدر تسوي اذا كل يوزر بكفي اليوزر نيم وباسورد له وبنهي المشكله. الكيس الثانيه بدي نفس الحكي بس بدي اكرره اكثر مره اللي هو عندي وان يوزر اكسسينج ماني ابلكيشن ابلكيشن في وزارة الداخلية، ابلكيشن في وزارة الاتصالات، ابلكيشن في وزارة المالية، ابلكيشن إذا بدي أسوي مانجمنت لإيش؟ للفيتنج وللبيرميشنز وللكريدنشالز أكم مرة؟ عدد طبعاً إن هون عدد إيش؟ عدد الابلكيشنز لأنه بس ون يوزر إذا هذا اليوزر لحاله في إله إن مانجمنت إيشوز فور ديفرنت applications or services. مظبوط. So result each application must perform all steps above. User must keep track of n sets of credentials. If user name password عندك, user name password عندك, user name password عندك. بلشنا نحس بالمشكلة. بلشنا. وين المصيبة؟ هون. Okay. لما بيكون في عندي many users accessing many applications. إذا في عندي كمان مرة عملية الفيتنج تحقق اوكي والتأكد من وجود الشخص البيرميشنز البيرميشنز نفسها تذكر الماتريسيز اللي حكينا عنه والداتا ستراكشرز والرول بيز والديسكريشنري والاكسس كنترول ليست واليوزر له ليست ولا الريسورس له ليست مش حكينا عنهم المرة الماضية كلهم في دول شو مالهم دول شو بدهم؟ اوكي مش مزح بطلت الامور صح ولا لا؟ ليش؟ في عندي طبعا
طبعا دير بالك اذا كان عندي مالتي فاكتور كريدنشلز يعني اذا في عندي عمليه بصمات وعمليه سمارت كاردز يوزر نيمز وباسوردز عمليه المانجمنت لها صعب حقيقه صعب اوكي ومش مزح سو فيتنج اند كريدنشلز not done well اوكي وطبعا في عندك مشاكل صعب فوق كلها في عندك مشاكل واذا انا استخدمت نفس اليوزر والباسورد على كل السايتس واذا انسرقت واحده راحت ليش برضو على كل السايت صار في عندي مشاكل وهل الاوثرايزيشن لكل السايتس نفس الشيء ولا كل سايت برضو تختلف الاوثرايزيشن الاشياء اللي انا بقدر اسويها عليه تختلف اذا كلها بدها مانجمنت فيتنج اوكي تو فار فروم يوزر تو بي كيبت اوكي اب تو ديت افكتيفلي وهاي بارير to access. اوكي طبعا كمان في عندنا كمان عمليه لود كمان مش بس كمان المشاكل المانجمنت نفسها في كمان لود حقيقي في عمليه الاكسس للسيرفيسز والابلكيشنز فروم ديفرنت يوزرز اوكي سو وي هاف ام باي ام تايمز بدي اكرر هاي الاشياء اللي هي الام هون اللي عدد اليوزرز والام اللي هو الابلكيشنز اوكي طبعا مطول اوكي مين بقول لك ايش مين يوزر وهو ديد ذا باك جراوند تشيك اون هيم اوكي انا فحص مين بس مين اللي فحص هذا نفر ها حلو الصوره ها معبر بدنا نسوي نتأكد مين اللي سوى باك جراوند تشيك على كل شخص بده يدخل السيستم اوكي طبعا هاي تيكن من هذا الريسورس بس عدلت عليه شغلات ايش بسيطه جدا سو سوليوشن بروفيجنينج ايدنتيتي اند يوزر اتريبيوتس ريبيتنج اند كريدنشلز وذ ذا اورجانيزيشن بتطلب ايش ام يوزرز applications make access and authorization decisions based on trusted federations okay credentials and user attributes so بسوي نوع من الفيدريشن بيناتهم اتحاد بيناتهم وبسوي عمليه الكريدنشالينج اوكي بس ام تايمز بتكفيني صح بس بعدد اليوزرز وهذيك الساعه بدي لكل ريسورس بدي اكسس ليست او طريقه من الطرق اللي حكينا عنهم المره الماضيه عشان اني اسوي عمليه ايش كمان الاوثرايزيشن بس كله بقدر اسويه وين اتحكم فيه من خلال الفيدريشن اوكي عمليه فيدريتد سيستم اوكي فيدريتد سيستم سو هيوج سيفينج ان فيتنج اند كريدنشالينج اوكي ام بيلزمني بس ام دايمنشن ام يعني بكفيني صح وهذا اقل كثير كثير من ايش من ام في ام اذا عندي 10 يوزرز و10 ابلكيشنز عندي 100 شيء بدي اسوي له مانجمنت هلا بقدر بسوي بس ل 10 اشياء مانجمنت خاصه في عمليه الايش الفيتنج طبعا اتس نوت ايزي ما حكيتش ايزي انا ما حكيت انه الاف اي ام از ان ايزي ايشو بس كومبيرد للشيء اللي بنستخدمه في حياتنا في سيفنج كبير اوكي في سيفنج وفي يعني ريال ادفانتجز من استخدام الاف اي فيتنج از بيتر كلوزر تو ذا يوزر سينس اون اورجانيزيشن داز فيتنج اذا فيش داعي عندي كل مره اتمني في الكريدنشلز رايح جاي على كل سيرفر بسوي عندي الكريدنشلينج اوكي وبس بلزم توكن او يعني ممكن كوكي او اي دونت نو هي اللي تروح بين الديفرنت ريسورس اوكي فعمليه يعني الفيتنج بتكون افضل وعمليه الاوثنتيكيشن بتتم في نفس السايت والمانجمنت لها بتتم في نفس الوزاره اللي انت جايبها كريدنشلز از بيتر كان افورد اوكي مالتي فاكتور كريدنشلز يعني ممكن انا عندي اسوي في المؤسسه اسوي الفينجر برينت واسوي الوتر بس مش ضروره تمها الفينجر برينت يعني تكون مخزنه في كل وزاره تكون مخزنه بس عندي في المحل اللي انا بدي ادخل منه which is enough مضبوط ولا لا So each user only needs one credential, single sign-on. بديك الساعة بكفيني one username password or one smart card. Okay, فيش داعي smart card لكل مؤسسة أو لكل وزارة. Lower barriers to access. Okay, so you can have more access. Okay, فيش حواجز أو الحواجز أقل للوصول لعملية resources.
طبعاً هذا بنسميه إيش؟ FIM system ونشوف شو معنات FIM system. بس نتعرف على شوية definitions terms. أوكي بشكل سريع نحكي عنهم وبعدين نروح لتعريف FIM وكيف بنسوي ال FIM. في عندي إشي اسمه identity. أوكي identity اللي هي a whole set of attributes that in combination uniquely characterizes a person. أوكي هي عبارة عن واضح معناتها يعني إذا أحد حدا عنده استفسار عليها منها الكلر الساوند اللي حكينا اللي هي اللي هي إما بايومتريك ايدنتيتيز أو يعني something you know something you الاتريبيوتس اللي هي عبارة عن بروبرتي ويوجوالي بتأشر على الكواليتي أو كاركترستيك أوف أن إنتيتي. أوكي سو يو هاف ديفرنت اتريبيوتس فور إيتش ايدنتيتي. ايدنتيفاير اللي هو a string used to uniquely identify an entity in a domain. إذا عبارة عن string أو معلومات أوكي بتوصف identity معينة ضمن domain. أوكي ضمن domain. طبعا often used as login ID or primary key in a database. كلهم شو بنسميهم دول identifiers. أمثلة على identifiers. A special type of attribute since it is usually the only one on its own, okay, that can uniquely identify an identity and a domain. مثلا نقول لك ID, username, password, primary keys طبعا في databases. شو مالهم هذول كلياتهم؟ identifiers بنسميهم. طبعا تذكروا كمان استخدمنا في الـ X500 في كثير identifiers الـ LDAP اوكي domain distinguished names, okay, IP addresses, DNS names, okay, URLs. So we have different examples of identities. Alright. طبعا في عندي كمان مصطلح إيش اسمه attribute assertion. لو statement made by an authority that an entity has a particular attribute. Okay, إذا هني نوع من تأكيد التحقق أو تأكيد الاتريبيوت هذا اوكي توكيد على الاتريبيوت انه هذا موجود. اذا انا لما يعني بسوي اتريبيوت اسيرشن لالي عندك هذا ببعث لك اوكي ستيتمنت ميد باي اوثوريتي مضمونه من الاوثوريتي ما بتكون مني او من ايش طرف اخر اوكي باكد لك انه هدول الاشياء شو مالهم جيدات اوكي صح. طبعا في الاتريبيوت سيرتيفيكيت او authorization credentials اللي هم cryptographically protected okay usually digitally signed attribute assertions that can be validated okay. اذا مش بس بقدر اسوي assertion بقدر اسوي certificate على الassertion بحيث انه ايش او للinformation asserted information بحيث انك تقدر تتحقق منها. طبعا example انا بتعرفه اللي هو ايش certificates نفس okay certificates نفسها يعني بقدر اسوي بس هدول terms على فكره لا طبعا مين اللي بيسوي الاسيرشن مرات او مين اللي بيسوي السيرتيفيكيشن اللي هم اتريبيوت اوثوريتيز زي السيرتيفيكيت اوثوريتيز مثال. طبعا في كمان السيرفيس بروفايدرز مين هم السيرفيس بروفايدرز اللي هم الانتيتي ذات بروفايد سيرفيسز تو كلاينتس الوزارات كلهم شو مالهم سيرفيس بروفايدرز فور ديفرنت سيتيزنز اوكي. ايدنتيتي بروفايدر اللي هو الشخص اللي بي مثلا الداخلية يعني يمكن يكون هي الايدنتيتي بروفايد اوكي هو ان انتيتي ذات بروفايدز ان اوثنتيكيشن سيرفيس اند از اوبن اولسو ان اتريبيوت اوثوريتي بحد ذاتها اوكي فور ا سيت اوف ايدنتيتي اتريبيوتس اوف اتس يوزرز. اذا هي كمان بحد ذاتها تستطيع انها تسوي اتريبيوت اوثوريتي وبتقدر تعطي كمان الايدنتيتي. طبعا اذا كانت الايدنتيتي هاي او هذا الايدنتيتي بروفايدر اذا سوى اتريبيوت اسيرشن وكان هو اي اي في نفس الوقت تقطع شو بتصير؟ زيرو. نشوف هلا شو معناته في اي بعد كل هالتعريفات وكل هالشغل وكل هالمشاكل. طبعا في ناس بيبداوا من هون وبيرجعوا للي بنحكيه وفي ناس بيبداوا من المشاكل وبيوصلوا لهم. اوكي هنشوف احنا انا ابتهجت هذه المناهج ناقشنا الامور اول وشفنا شو المشاكل اللي بتصير عندنا عبل ما وصلنا لوين لتعريف ال FIM. ال FIM طبعا في له اكثر من تعريف من ال RSA ويب سايت. اوكي
اوكي طبعا الار اس اي عباره عن اورجانيزيشن ذا سكيورتي اورجانيزيشن اوكي اللي هي فيدريشن افيدريتد ايدنتيتي مانجمنت از ا سنجل يوزر ايدنتيتي ذات كان بي يوزد تو اكسس ا جروب اوف ويب سايتس طبعا مش بس ويب سايتس اللي بالنسبه لنا يعني ممكن تكون اوكي سايتس باوند باي ذا تايز اوف فيدريشن يعني مجموعه ويب سايتس مسوي بيناتها اتحاد واستطيع اني انا ايش استخدم هاي الـ او ماي ايدنتيتي تو اكسس ذيس ويب سايتس without federated identity users are forced to manage different credentials for every site they use otherwise يعني اذا ما فيش FIN بضطر اسوي اللي بنعرفه اوكي انه كل واحد له شغل this collection of IDs and passwords becomes difficult to manage and control over time offering okay inroads for identity being theft تفتح الطريق يعني لما يكون واحد معه 10 باسوردز مدخول فيهم مره هو مكتوبه ورقه الباسورد على ورقه ومكتوبه في جيب صغيره ومكتوبه على كارت البنك زي ما حكيت المره الماضيه شو بتفتح الطريق لايش هاي والله يعني لا سرقه ايش another definition طبعا federated identity management builds on a trust relationship established between an organization and a person ممكن تكون ايش between an organization and a person A federated identity makes it possible for the end user to use one trust relationship to access information with another. Okay, so أنا عندي trust مع وزارتكو وهذه trust relationship صحيحة 100%. I use this trust relationship to access something in another ministry, for example. Okay, which is also interesting definition. Okay. To access information with another related company, okay, related company without establishing new credentials. فيش داعي أبني عندك trust مباشر, okay. ما في داعي أبني عندك trust. طبعاً أبني trust معناته بدي authentication, بدي credentials, بدي كل of course. بدل ما أنا trusted من هاي الوزارة والوزارة في federation بينها وبين الوزارة. خلص. لوجيك الحكي ولا مش لوجيك؟ يعني أنت technically لازم نحققه بنحققه بس بحكي من ناحية concept. لوجيك ولا مش لوجيك يعني ليش فعلا انا مدام وزاره هدول جايين تحت شيء اسمه الحكومه اللي في فلسطين مظبوط مدام انت في ثقه بيني وبين الوزاره هاي والثقه المبنيه لانه لو ما فيش ثقه اصلا مش مفروض ولا وزاره تثق فيه بس اذا في ثقه بيني وبينك وانت في ثقه بين الوزارات نفسها معناته فيش داعي ابني كمان ثقه بيني وبينك خلص الثقه مبنيه ما في احدى الوزارات اللي هي ضمن هذا ايش الـ 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 الاتحاد اللي هو من يعني ممكن نسميها بالنسبه لمجلس الوزراء طبعا نفس التعريفات تقريبا اوكي في مايكروسوفت ويب سايت بليز ريد ات اوكي نو بروبلم انه تقدر تقراوه يعني سيستم نيد تو انتربريت اكروس اورجانيزيشنال باوندريز اند كونكت طبعا كثير في مايكروسوفت بدعموا هاي الاشياء صح ولا لا مين بيعرف كيف بتدعم هاي الاشياء في مايكروسوفت عندك كسوفتويرز يعني؟ يعني كسيستم كأوبريتنج سيستم اوكي عندك نفسه اليوزر تبع الدومين هو اليوزر تبع الاكستشينج تبعك مثلا اذا بدك تكون عندك ايميل هو نفسه اوكي تستخدمه تقدر تستخدمه لا في دايركتوري بس في كمان في انفايت اي دي في كمان فيدريتد ايدنتيتي مانجمنت سيرفيسز في مايكروسوفت اوكي يعني موجوده اوكي تقدر تبحث عنها اوكي فيدريتد ايدنتيتي مانجمنت في مايكروسوفت يعني مش بس تراست ريليشن شيب بتوين الاورجانيزيشنال يونتس في مايكروسوفت مش بتوين الفورست نفسها اوكي نو كمان حتى بتوين اورجانيزيشنز تقدر تبني هذا النوع من ايش تراست في فيدريتد ايدنتيتي مانجمنت لمايكروسوفت سو يو كان ريد ات اوكي يو كان ريد اباوت ات في تولز انها تقدر تنزلها على الويندوز 2008 ويندوز اوكي يعني الويندوز اوبريتنج سيستمز اللي موجوده سو يو كان يوز ات في يعني خاصه اللي بيستخدموا اللي بيستخدموا مايكروسوفت تو بي اونست انا شخصيا حاولت اسوي لاب على هذا الموضوع بس ات سينز ات واز نوت ان ايزي ايشو في الايكويبمنت وفي الاشياء اللي موجوده يعني بدنا اكثر من سيرفر واكثر من اورجانيزيشنال يونت بدنا نبني اوكي اكثر من شغلة بس ممكن يعني بقدر اعطيكم اسميها اللاب وتقدروا انتم تسووه اذا بتحبوا اوكي بقدر اعطيكم اللاب سكريبت كان موجود واستبدلته باللاب تاع الوايرلس اوكي
لانه عمليه بناء اللعبه والديتا لوت اوف تايم يعني بدها لحالها يمكن مع بعضينا نبنيها بدها يومين شغل اوكي على اساس تسوي هاي الاشياء بدنا نبني الاكل دايركتوريز بنسوي دومين كنترولرز وباك اب دومين كنترولرز بس انا اي كان سند يو اوكي اتليست اللي هو اللينك والسكريبت كيف تسوي الاشياء تقدروا تبنوا من خلالها اوكي يعني تقدروا انتم تجربوا الاشياء هذه في عندكم باي ذا وي تيست بيد بيسموه تيست بيد يعني في الوزارات بتسووا عندكم تيستينج انفايرمنتس يعني مثلا هل عندك غرفه فيها سيرفرز وفيها انزل عليهم دومين كنترولرز انزل عليهم راديو سيستم انزل عليهم يونكس انزل على كل الاشياء اللي طبعا ممكن نشتغل على ويندوز 2000 هذيك الايام اوكي بعد الان تي اوكي بعد ويندوز ان تي ويندوز 2000 طبعا بتعرف واجهه 2003 وهلا 8 ويمكن 2010 اوكي قربت ال 2010 بس اتليست بدها تيستينج الواحد كنت اجرب كل شيء فعلا بدك زي ما تفضلت بتفرق الامور لما انت تجرب الشيء على الانفايرمنت اللي عندك وتصير تسوي اكتف دايركتوري وباك اب دومين كنترولر وكل هاي الاشياء تبنيها يو ويل سي اوكي قديش بتفرق معك فهم السيستم لا وعمل الاشياء لانه التريننج لحاله شيء مهم جدا اوكي وقت اللي كنا مع مركز الحاسوب الحكومي اللي هو المايكروسوفت سيرتيفايد سيستم انجينير وقت تسووه في 98 الا انه بدون ما تجرب مش انتوا مين كان غسان قضح كان التخطيط غسان اه مع غسان مع غسان قضح وبديع سان باولو اوكي 14 واحد سوينا الام سي اس اي في 97 98 تقريبا سنه 98 وكان فعلا يعني لها فائده كبيره جدا على المؤسسات احنا مثلا في البي بيو من يوميتها من 98 لليوم عندنا حوالي 4 مباني متفرقه متباعده وعندنا حوالي 500 600 جهاز كمبيوتر يمكن لنا اوكي تقريبا في الجامعه اذا مش اكثر بالاضافه الى سيرفرز وديفرنت سيرفر رومز كلهم بانين بيناتهم سكيور سيستم يعني غنام وعمر هم المسؤولين عن السيستم هلا تماما يعني تقدر تدخل باليوزر نيم وباسورد اللي لك من ديفرنت لوكيشنز ونفس الوايرلس سيستم اوكي تقدر تدخل من ديفرنت لوكيشنز طبعا باليونكس بانين انا كنت وقتها بانين بالويندوز اوبريتنج سيستم هم الشباب بانينه باليونكس اوبريتنج سيستم ما بعرفش استخدموا الويندوز لا تزال ولا لا بس كله يونكس اوكي سو وي هاف ديفرنت اوكي ديفينيشنز فور فيدريتد ايدنتيتي مانجمنت Identifiers are assigned within a domain to uniquely identify an entity. They usually have no meaning outside of the domain of issuance. The username and password اللي إلي عندك ما لهمش معنى بتاعته إيش؟ بالنسبة لك أنت ما لهم معنى إلا إذا كانت من خلال the trust relationship اللي بينك وبين اللي أنا باني عنده هدول the credentials. Okay؟ لاحظ شوية بتختلف عن فكرة إيش؟ إن أنا أبني authentication system عندك اوكي او اسوي authentication عندك او الاوثنتيكيتر اوكي الاوثنتيكيتر كان يسوي لنا يعني سنترلايز داتابيز للكل لكل اليوزرز مضبوط وادخل على الاوثنتيكيتر انا وبعدين اخذ التيكتس واجي عندك هلا شويه انا ايش بختلف كانها الهاتش مالها موزعه مضبوط ولا لا يعني اليوزرز تاعونك انت في عندك تراست معهم اليوزرز تاعونكم عندهم تراست معهم انا بقدر ادخل عندكم مش باليوزر نيم والباسورد اللي عندك اللي عنده بس ايش من خلال
If I am requires identity information to be passed between domains, إذا صار في عندي مقلة حاجة لأمرر information between domains, okay? هل بمرر؟ لكن في عندي شغلة, okay, we need to pass signed attribute assertion between domains in order to identify unauthorized users between domains. هذا ما أحلى التعريف. شو بدي أمرر كمان مرة؟ بدي أمرر signed, طبعاً باستخدام signatures والcertificates والSSL والwhatever كلياتها, attribute assertions between domains in order to identify and authorize users between domains. لاحظ ما بمرر ال credentials. شو بمرر؟ بمرر معلومة تأكد لك إنه أنا اللي جاي عندك أنا بس, من خلال يعني الorganization اللي أنا منتمي لها أصلاً. فرق هاي بينها وبين unified ticket أو unified ticket. هناك يقول لك عندك كلياتنا بنثق في الاوثنتيكيتر, هناك كل واحد بيثق في هون, كل واحد بيثق في هلا لازم اثق انا بالاخرين يعني. بالضبط, اذا انت بتثق فيه اذا انت بتثق فيه وانا عنده موثوق, جيت ادخل عندك تسأل بتقول له هذا اللي اجى عندي من عندك تثق فيه, اذا قال لك اه عن طريق الاتريبيوت اسيرشنز بدك تقبل. يعني صارت العلاقه هون مش ريليشن شيب. لا لا, ما هي شوف يعني مش يعني هي تأكيد, يعني أنا واحد بيثق في واحد بناء على الثقة هاي أنا واثق فيه. لا هي اللي بتحكي عن أنت هاي الجنرال يونيفايد. لا التيكيت منتج أكون واحد جو. بالضبط هذا كيف زي ما بدأ بيلان شايف دومين. التيكيت لا هو أنا قصدي إنه لا إنه كل واحد لا 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 مش بيلان شايف دومين. بس التيكت بالرقم هو أكثر من تيكت على صراحة ما المشاوي, يعني هي ما كانت حل السوليوشن. بس التيكت بالك يعني إيش اللي كلهم مثق في واحد السر رقم واحد. هون عملية الاثنتيكيشن موزعة, صح؟ بالضبط, عملية الاثنتيكيشن موزعة والثقة موجودة بيناتكم. بالضبط, طبعا موجودة معاي بدك الساعة أنت بتسأله, إذا بتثق فيه بتسأله, إذا وثقت فيه بتبقى يعني اتحاد. أصلا معناها اتحاد. طبعا هي بالنهاية يعني إذا تيجي تفكر فيها يعني 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 مش كتير بتبعد عن عملية الاثنتيكيشن, أوكي؟ عملية يعني الاثنتيكيتر نفسه, يعني لو إحنا كلياتنا بنينا ثقة والاتحاد بيناتنا وبنينا كمان اثنتيكيتر سيرفيس ضمن الاتحاد, نفس الشيء مظبوط؟ يعني ممكن ضمن الاتحاد كبروسس أسهل يعني. أوكي, ما هو وين المشكلة المانجمنت ودي, أوكي؟ المانجمنت للكريدنشلز بدك يعني حدا يكون بس بعملية إيش المانجمنت لعملية الاوثنتيكيشن والتيكتينج للتيكت جراند سيرفر, وهذيك الساعة علاقة بتكون شو اسمه تشايلد مع بيرنت مع واتيفر. بس هون المانجمنت لإلي أنا بس عنده مش عندك, أفهم عليك؟ المانجمنت للكريدنشلز إلي والإنفورميشن إلي بس عنده, أوكي؟ إذا بسجل أنا بس عنده. هلا ممكن إنها تكون كل نجيب محل سنترلايز بس نسجل فيه زي دوت نت باسورد, صح؟ دوت نت باسورد شو بتسوي؟ بنسجل في باسورد دوت كوم زي ما راح نشوف كمان شوي, وبعدين اي سايت بيكون ثقه او بوثق في دوت نت باسورد. لما اجي ادخل عندك انت بتروح تسال دوت نت باسورد وبعدين هو بيعطيك ايش؟ الاتريبيوت اسيرشن. هلا راح نشوف كيف يعني انا مش قادر اقول انه الفرق كبير جدا, اوكي؟ يعني مش قادر اقول انه الفرق كبير جدا, لكن ستيل اوكي مختلف عن عمليه. بس انا كانت كياتي بدي ادخل اكثر من مكان, بروح اكتب كل مرات اخذ اكثر من اذا صار اعمل العمل فهون يعني عندي شخص واحد عم بيفق يعني عم تاخذ مثلا خلينا نقول التحقق من طرف واحد وبأمن كل الأطراف يضطف الشخص هذا فعلها بقدر أصل عليهم بنفس الطريقة. بس لكن أنا كنت مثلاً ممكن أقرر أن أخذ 1 ticket 2 ticket 3 ticket 4 ticket 5 هناك كانت أعقد وكانت يعني ركب إياها وضي أتأكد يعني فيها كانت فيها أكثر تعقيد من هون يعني. ما
هناك يوجوالي ممكن تكون افضل في اورجانيزيشن واحده اوكي يعني بس في الانتر اورجانيزيشنز ممكن هي تكون شوي تفضل اسمعني دكتور بدي مجازا تعتبر انه انا لازم ادخل لعنده يجي عندي لا 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 مش هيك على ما عندك تشوف سويت على الكريم سويت على دايركت لما ادخل عندك بدك تسالني اوثنتيكيشن مزبوط بدك تقول لي يعني لازم اكون بالنسبه لك ايش اوثنتيكيت اوكي هلا بتقول لي منين انت بتقول لي من وين انت بقول لك انا من وزاره من مركز الحاسوب الحكومي بتروح انت على مركز الحاسوب الحكومي على السيرفيس بروفايدر او الايدنتيتي بروفايدر تاع مركز الحاسوب الحكومي بتبعث له الشيء اللي انا دخلتك اياه عندك بتقول له بتقول لي اوكي ادخل انا عندك انا موجود عندك بس مو في ريدايركشن تنساش دكتور معلش مساله اوضح فكره الارض الواقع اجى حد بده يعمل جواز سفر كونه تاجر اوكي بروح على وزاره الداخليه بيجي سنه عندها تبعت انا بطاقيه بعد اسبوعين اجى نفس الشخص بجدد شهاده الشركه تبعته يجي عندي داخل بدها تكون عملية عكسية. ما هو وين هو أصلاً موجود؟ هو من وين موجود؟ مرة بدخل عندي لأنه هو مو عامل عندي، ثاني مرة بدخل من وزارة الداخلية وشو هو وزارة الداخلية. لا 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 شوي شوي شوي. وين هو أصلاً هذا اليوزر وين موجود؟ وزارة الاقتصاد على سبيل المثال. مسجل كتاجر عندي. كتاجر وين عندك؟ أنت مين؟ وزارة الاقتصاد. وزارة الاقتصاد. مسجل كشخص في وزارة الداخلية. لا بس لحظة ما دام أنا اليوز وين الكريدنشلز تاعتي موجودة؟ وين الأوثنتيكيشن بالتمتع؟ حسب وين رايح؟ لا هل بترجع للصور؟ لا 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 جست مومنت جست مومنت أنا هلا بروح على الداخلية بدخل بدي أسوي جواز سفر طلع كيف بصيرها بروح على الداخلية بدخل بدي أسوي جواز سفر بقول لي لو سمحت دخل يوزر نيم وباسورد اوكي بدخل يوزر نيم وباسورد مش عنده مو انا ما عنديش ما فيش عندي له كريدنشلز اليوزر نيم والباسورد اللي تاعه عندك لا ما هو اذا تاجر عندي اذا مش تاجر ما عنديش شو بسوي ليش مش عندي ما انا يعني بدك تبني انت يعني هلا اذا انت فرضا وزاره الاقتصاد بدها تبني داتا بيز لكل تجار هم بدها تعطيهم اوثنتيكيشن توكنز اوكي لكل تجار اذا صار في ثقه بين التجار وبين وزاره الاقتصاد اتفقنا انتهى هذه الثقه مبنيه ولا مبنيه اذا فيها خلل في مشكله إذا فيها خلل هاي في مشكلة. لو في حد أجي يعمل جواز سفر. أوه أجي يعمل جواز سفر بدوش يوزر نيم وباسورد من وزارة الداخلية في هذه الحالة. ليش؟ ما بده. افترض إنه مش تاجر. بدك تفترض إنه مش هو. هو شخص عادي أجي يعمل جواز سفر. نو هو جواز سفر بده يكون في محل ما موثوق. كيفش واحد في فلسطين ما له تبعية. في وزارة الداخلية. مظبوط. احنا كلنا في الداخليه موثوقين خلاص احنا باعتبار يعني كلنا يبقى العكس ابدا بالعكس ابدا بالعكس ما فيش مشكله ابدا بالعكس ما عنديش مشكله ما عندي مشكله بس انا بدي اخذ الكيس اللي هو بيحكي عنه بدي اخذ الكيس انا تاجر مسجل عندك مسجل داخلي عنده المعلومات عندي كامله ما عنديش مشكله بس انا مش موظف داخليه ولا موثوق فيني من الداخليه ولا بيطلعوا علي في الداخليه أنا مسجل رسمياً كتاجر وكشركة وكممثل عندك في وزارة الاقتصاد وفي يوزر نيم وباسورد اللي عندك لما بدخل على السيستم اللي عندك بتحقق بسهولة بدخل عندك إذا كإنتيتي إحنا في وزارة الاقتصاد شمالنا موثوق فيه هلا أنا أجي على بالي أروح أسوي جواز سفر أو هوية أو رخصة رحت على وزارة الداخلية وين وزارة الداخلية؟ رحنا عند وزارة الداخلية دخلت على الويب سايت اللي عندك لينكس بدي اوكي تجديد جواز سفر قول لي شو رقم جواز سفرك هي رقم جواز سفر على سبيل المثال اوكي ممتاز مين انت بس خليني اكمل لك شو السيناريو اللي بصير انا اوكي مين انت بده يسالني مين انت بدي اقول له انا تاجر في وزاره الاقتصاد اذا بختار اوبشن عنده بكون على الويب سايت انه منين انا جاي ليش لانه اتحاد مدام الاتحاد بكون في الليست وزاره الاقتصاد موجوده انت بكبس على وزاره الاقتصاد بقول لي اوكي اهلا وسهلا دخل اليوزر نيم والباسورد تاعه هناك بدخل اليوزر نيم والباسورد الالي هلا هو ببعت ريدايركشن لمين؟ وزارة الاقتصاد بتاخذ الكريدنشلز هاي بتتحقق منه عاد نوت اوكي واذا كل شيء تمام والي انا فعلا يوزر نيم وباسورد عندك السيرفر اللي عندك ببعت للسيرفر الداخليه انه هدول الكريدنشلز شمالهم سليمان هلا ممكن زي ما راح نشوف في بروتوكول مثال ثاني
طبعا دوت نت باسبورت عمليا هيك صح ولا لا؟ مظبوط ولا لا؟ يعني في غير هيك دوت نت باسبورت طبعا بس بدل ما يكون في الـ في الـ 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 في وزارة الاقتصاد بيكون في سايت اسمه باسبورت دوت كوم هو اللي بتحقق لما بدخل اطول بروحه على الباسبورت دوت كوم وبرجع. طيب هلا بعد ما ادخل عنده انا ويتحقق انه انا رضوان طهبوب اوكي ببعث لك كمان ريكوست بقول لك مين هو شو الليفل اوف مثلا ممكن استخدم الاي باك هون صح شو الليفل اوف اوثرايزيشن اللي له شو بيقدر يسوي هذا عندي او انت ممكن يكون عندك يوزر تاجر من وزارة الاقتصاد شو بيقدر يسوي بيقدر يجدد باسبورت بس اذا اعطيه اعطيه السيرفيسز بس لتجديد الباسبورت بجدد الباسبورت وكل شيء تمام وبتبدا عمليه تجديد الباسبورت وبسوي كلوز سيشن بنت سيشن بيني وبينهم وبينك وبينه جيت ثاني يوم بدي اروح اجدد الهويه خلصنا من الباسبورت رحت على وزاره ايش وين بتجدد الهويه في وزاره برضه الداخليه لا بدي ايش محل ثاني بدي على الرخصه اوكي على وزاره المواصلات جيت على وزاره المواصلات عنده ويب سايت استعلام على الرخصه قول لي شو الرقم الرخصه اللي عندك مثلا على سبيل المثال الرخصه قول لي اه اهلا وسهلا تقدر تجدد الرخصه تقدر تستعلم على الرخصه هاي بس اعطيني الكريدنشال تاعك طبعا مرات ممكن تاخذ بيطلب مني الاشياء هاي بعد ما اسوي تكنيك مره اسال هو في معلومات عامه وفي معلومات بعطيه اليوزر نيم والباسورد اللي برضه لانه في فيدريشن بين المواصلات والاتصالات وبين الاتصال شو بيسوي؟ بروح بتعرف من خلالك في المواصلات برضه بيجيك بقول لك لو سمحت في عندي يوزر من عندك بده يدخل عندي اوكي بترد عليه بتقول له اعطيني اليوزر نيم والباسورد تاعهم بيطلع فورم عندي بدخل اليوزر نيم والباسورد تاعهم ببعثهم من هون لهون ببعثهم على عندك السيرفر وين اللي انا مسجل اصلا ها؟ عندك ببعثهم على عندك ببعث اليوزر نيم والباسورد اللي عندك ما ببعثهم لا لا لهون بس ببعث توكن انه هذا صحيح ببعث توكن انه هذا صحيح اذا هون ايش بصير عندي؟ اوثرايزد بيرسون بعدين بسال اوثنتيكيتد بيرسون بعدين بسال عن اذا بدك بسال عن الاوثرايزيشن او انت شو في عندك عاده انا بعطي خدمات لوزاره الاتصال بتطلع لي ليست اوف ايش انا بقدر اسويها عندك بس ما هو بس هذا السيستم اللي انا بحكي عنه اذا في اي شيء ثاني تفضل بدي اجي اول مره بدي اسجل شركه بدي اسجل شركه جديده اول مره اوكي مالوش ولا محل ثاني عشان هيك بقول لك انا الفكره الاولاد اللي بحكي لك انه هي بالضبط فكره التكت بالنسبه للمؤسسات الحكوميه افضل من اللي بيشتغل بالطريقه بالضبط يعني بالنسبه لي فلا توصل لك اياها تخيل انا اول مره بدي اسجل شركه بدي اخذ الاوثنتيكيشن من وزاره التحكم ثاني مره راح على وزاره التحكم بتعمل جواز سفر بدي اخذ الاوثنتيكيشن من فصار هو اصلا اوثنتيكيتد في وزارتين فهي رافضه ليش تتحكم لي هو اصلا عندي لا هو اصلا معلومات عنده بس بس الكريدنشلز وين انا بحكي لك ما هي هي الفكره الكريدنشل اول مره لازم تكون في الداخليه اوكي اذا هذيك الساعه انت بتيجي بتقول للداخليه هي الايدنتيتي اوكي ما فيش مشكله ما في مشكله اجى فوزان وصلت بنشتري شيء المفروض تكون بصير ما في مشكله هل اختلف عن حكي نظام التيكت بالنسبه لك وصلت لا لا مش تيكت مش تيكت حتى لو سويت ان اف اي ام هون هذا اختلاف بس الايدنتيتي بروفايدر صارت داخليه للكل انت بدك تقول ما فيش مشكله مظبوط بس الايدنتيتي بروفايدر بالنسبه لنا في فلسطين بدنا اياه يكون الداخليه ما في مشكله بس هون بصير عبء على الداخليه انه كل المانجمنت بده يصير وين؟ على الداخليه بس اقرب الافكار شوي يعني مثلا خليكم معنا شباب الاشخاص المسجلين عندي انا في وزاره الداخليه اللي هم الاشخاص الفلسطينيين اللي هم معهم الهويات الفلسطينيه الاشخاص اللي مش فلسطينيين مش مسجلين عندي بوزاره الداخليه بدي كان بيرسون صاروا هم الاشخاص الفلسطينيين فقط اوكي بس شخص مش فلسطيني اجى بده يفتح شركه هو مقيم في فلسطين بس بده يفتح شركه حقه فيه حقوق معينه أوكي. ممكن انه بحق له انه يطلع يفتح شركه الشخص هذا بيروح يسجل في وزارة الاقتصاد مشان ياخذ حق انه يمتلك شركة او ينشئ شركة جديدة فهذا الشخص بعد فترة بده يروح يشتري سيارة السيارة اللي بيشتريها بده يروح يسجلها في وزارة المواصلات لما بيروح يسجلها في وزارة المواصلات
هو اوثنتيكيتد بيرسون في وزاره الاقتصاد بس مش اوثنتيكيتد بيرسون في وزاره الداخليه لانه هو في النهايه مش مواطن فلسطيني. اوكي بس ياخذ الكريدنشال تبعك هو يسجل بالداخليه. ليش لا يسجل بالداخليه؟ خليه يضل خلص هو خليه انت عامله زي ممكن نعمل فيها واحد مش ليش ممكن نعمل بس عندي شغله بجربها ما فيش شيء بيمنعنا ما فيش شيء بيمنع جهه انه جهه رئيسيه هي المسؤوله عن كل التسجيل ما في شيء بيمنع في الشغل تاعتنا بس احنا كمان برضه قسم لها اكستنشن انه كل جهه من الجهات في عندها مانجمنت لانه اصلا اوريدي يعني افرض انه في عندي وزارتين هلا اصلا بانيين السيستم عندهم بانيين السيستم بشكل ضخم ما بديش ارجع عندي الاشياء من عندهم من الصفر بقدر استخدم هاي الخدمات اوكي من خلال الاف اي ام اوكي هلا لازم عندهم مش ممكن يعتمدوا على الداخليه ما في مشكله يعني هذه يعني هذه الفكره هون مثلا طبعا ما بنفيش كمان انه تستخدم انت عمليه ال خلينا نربط الموضوع في موضوع مهم جدا اللي انشغل عليه الحكومه الاسلاميه هو التبادل البيني طبعا هاي نقطه مهمه جدا انا بحكي راح بحكي في الموضوع بشكل شامل يعني حكيت في جزئيه عشان نوصل الموضوع بشكل شامل هلا احنا بالنسبه لنا في عنا شيء اسمه التبادل البيني لازم نكون متفقين احنا والوزاره الثانيه شو الداتا اللي انا لازم مجبر اني اخذها من الوزاره الثانيه ففي عنا في عنا حاليا معضله موجوده في كثير مؤسسات انه انا قاعد بدخل بيانات الدولي والمحافظه و الى اخره واحد ثاني بروح بدخلها بارقام ثانيه واحد بدخل بها عند الاسماء عنده طيب هي نفس المشكله نفس المشكله موجوده يعني في فكره انه لازم في اللجنه القانونيه اللي تجتمع هون لازم تكون شغله مهمه جدا يقرروا انه اسماء انا بحكي الشخص اللي بيسجل اي معامله في فلسطين لازم يكون فيه ملف موجود في وزاره الداخليه يعني هاي اساس الموضوع اذا ما اشتغلناش اوكي بس 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 يعني كمان مره في فرق بين الانفورميشن البروفايل وين موجود وبين الكريدنشلز اوكي الكريدنشلز اللي بنحكي عنهم اللي عمليه الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن هلا بالاضافه لهم البروفايل هل وين يكون موجود كلها كويستشنز فاليد يعني ما حدا بيمنعك انك تسال هذه الاسئله هلا اذا سوينا بس عمليه كريدنشلينج بس سوينا عمليه بس يوزر نيم وباسورد هذا تذكروا بنسميها اللي سنجل ساين اون اوكي سنجل ساين اون بس اذا تطورت الامور لاشياء اكثر من هيك بما فيها عمليه الاوثرايزيشن وهل بدي اسوي اي باك او بدي اسوي اي باك بدي اسوي رول بيز اوثرايزيشن ولا ما بديش هون بيجي شيء اكثر من هيك عشان هيك بنسميها ايش اف اي ام صارت هناك يعني تعمق اكثر في عمليه تبادل بس بدي ارجع انا لمثال ما فيش مشكله مش شايف في مشكله انه انا اكون تابع لك للسيرفر اللي عندك لانه انا دائما معظم وقتي وين بقضيه عندك في وزاره الاقتصاد انا كتاجر اوكي 90% من وقتي وين بقضيه عندك اذا انا لما بدخل على السايت عندك المفروض انت اللي تسوي لي نوع انا بحكي على اليوزر نيم والباسورد والاوثرايزيشن ايشوز اوكي الاشياء الاساسيه بس لا يمنع في نفس الوقت انه البروفايل كاملة تاعي وين يكون في الداخلية يعني الاوفيشال بروفايل اللي هو الهويه والباسبورت وال 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 والديفار بيمنعش بس انا ما مرتبط مع مين عمليا ك ك كبزنس موديل اوكي وين مرتبط مرتبط بالاقتصاد وين خدماتي 90% من الوقت وين بدخل على الاقتصاد شو بيمنع يكون اليوزر نيم والباسورد والاوثرايزيشن توكنز تاعتي موجوده عندك ولما بدي ادخل يعني انا معقول انا في جامعه بوليتكنيك فلسطين كل يوم بدخل على الويب سايت وبدخل على الايميل اللي لي وبدخل على هذا اروح اجيب كل مره الاوثنتيكيشن تاعتي من وزاره الداخليه لانه هم المسؤولين عن كل الفلسطينيين بتصير لي فاي ام سايت بنرجع لايش؟ لا يعني بعض البريرز هلا الفكره انه انا عندي تراست اورجنايزيشن اوريدي مبني بيني وبينهم عمليه تراست مزبوط ولا لا؟ وانا بدخل من خلالهم على الجامعه وفي الاوثنتيكيشن سليم والاوثرايزيشن سليم ليش وزاره الداخليه ما دام احنا في انا الجامعه عباره عن انتيتي في التعليم العالي ليش وزاره الداخليه لما اجي ادخل اسوي باسبورت عندها ليش اتمانع اني اسوي باسبورت عبر اليوزر نيم والباسورد تاعوني في بوليتكنيك ليش تمانع يعني فكر لي في سبب انك ليش بتمانع انسى الانفورميشن الاصليه عندك والتبادل البيني اللي بدك اياه كله على راس وعيني وال
وعمليات التحقق من الداتا كلها. بس شو اللي بيمنعك انت تمنعني او شو اللي بيخليك تمنعني انه انا اجدد جواز سفري، اجدد جواز سفري باليوزر نيم وباسورد اللي موجوده في البي بي؟ طب ما انا لو جيت عندك على الداخليه انت بتجدد لي اياها. اقول لك انا من جامعه بوليتكنيك فلسطين، تقول لي اهلا وسهلا اعطيني هويتك، مزبوط مش هيك بتسووه؟ وتجدد لي بتسوي لي جواز السفر. شو اللي بده يمنعك انك تجدد لي اياها؟ انا قاعد في مكتبي في 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 جامعه البوليتكنيك واسوي كليك، وبدك حتى ورقه شو اسمه هذا اثبات المهنه تطلبها انت بشكل او مباشر على خدمه معينه من الاتش ار سيستم اللي عندنا، تقول للاتش ار بدي اثبات موظف لهذا الشخص، هي اسمه رضوان طهبوب وهاليوزر نيم والباسورد بتاعه. اذا عندي خلل في البوليتكنيك انت تحمل البوليتكنيك الخلل، ليش تحملني انا وليش تحمل انت الخلل؟ بعدين هل هي مشكله كبيره تعتقد انت انه انا اجدد جواز سفري؟ طب ما بدك فيها فلوس، ما هو حد يعني زي مثال اللي بالافاتوره بروح بدفعها، ما هي نفس الشيء. شو في مشكله عند وزاره الداخليه اني او وزاره الاتصالات والمواصلات انه انا قاعد في مكتبي اجدد الرخصه بتاعتي وبعد يومين اجي اخذها من عندك على خدمه بسيطه، شو بدك ابسط مني؟ وعبر اليوزر نيم والباسورد تعوني في البي بي يو. كل ما هنالك بدك تبني اف اي ام تراست بين البي بي يو وبين وزاره الاتصالات والمواصلات، ومش شايف فيها مشكله نهائيا. انا شخصيا مش شايف فيها مشكله نهائيا. بس هون يعني اسئله زي ما بقول لك، بس مش اسئله، بس بشكل عام هو انا بده يصير انا بيني وبين كل شخص اللي لازم يكون في اتفاقيه، يعني انه اتحاد ما هو اسمه اتحاد. بس بده يكون في اتفاقيات، وهذا مشكله. انا اعمل اتفاقيات يعني. احنا بنحكي بمنطق اي تي، هسه ما دخلناش في البوليس السياسي اكبر من وعلى فكره يعني مرات احنا بنعالج الامور لحالنا، يعني راح نشوف الشيميلوف كمان شوي. الشيميلوف البروتوكول كان في بريطانيا، بقول لك نجح نجاح مطلق في بريطانيا، لكن للاسف العالم كله ما استخدموش، فيعني صار في نوع من ايش؟ الدوت نت باسبورت قرب ينجح. بس شو مشكلة الدوت نت باسبورت؟ قربت تنجح انه تسوي كل العالم. انا اقول لك اول ما اشتغلت على الدوت نت باسبورت في 2000 اقسم بالله توقعت انه كل العالم خلال سنة او سنتين، لانه مايكروسوفت بتعرف شركة ضخمة، توقعت انه بيسوق. هلا رح نشوف ليش فشل الدوت نت باسبورت. توقعت انه خلال سنتين زمان يعني 2003 2004 انه كل العالم يصير على سنجل يوزر سنجل باسورد، كل العالم تدخل ياهو جوجل وفيسبوك وبعرفش ايش، ما كانش فيسبوك هذيك الايام. اوكي واتيفر، كلها تدخلها بوان يوزر نيم وان باسورد. تدخل على الايميل عندك في الجامعه نفس الشيء، تروح واي نوت، مش شايف مشكله. طبعا المشكله هون البرايفسي، يعني اللي مخلاش مايكروسوفت دوت نت باسبورت تنجح هي تكنيكلي ناجحه 100%، تكنيكلي ناجحه 100%، بس ما خلت تنجح اللي هي الاويرنس والثقه والبرايفسي. وليش ما شركه تتبنى كل هالامور في العالم؟ يعني هذا اللي خلاهم يفشلوا. يعني مثلا بقول لك شو خص واحد بده يشتري سياره من شركه سيارات انه اروح يسوي اوثنتيكيشن في مايكروسوفت؟ لو انها نون بروفيت اورجنايزيشن، لو راحت نون جفرمنت اورجنايزيشن كان نجح في بريطانيا في شيبلوت بروتوكول، نجح تماما في بريطانيا. لكن برضه العالم ما وثق في الشيء اللي موجود في بريطانيا، فعشان هيك عاود كلتشر. يعني هي بس تكنيكالي انا مش شايف، يعني مش شايف في مشكله انه انا في اليوزر نيم والباسورد اللي عندي في البي بي يو ادخل اجدد جواز سفري وهويتي ورخصتي، مش شايف في مشكله. هاي انتوا كلكم ادمنستريتورز، واحد يقول لي في مشكله ولا مش لازم انا ابدا اسكت، انا بدي اشوف، انا بقول لي في مشكله ولا مش، بدي 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 العكس. لا اذا في، لو كتبت انا كتاب اوكي للسلطان ورجاء بدنا نسوي هاي الاشياء، في حدا عنده مانع؟ هي الاصل انها تكون العكس، لانه انت قبل ما تكون في الجامعه انت اصلا في الداخليه، الداخليه هي اللي لازم تعطي الجامعه. مين قال لك؟ لا ليش؟ مين قال لك؟ انا مش مواطن فلسطيني وبدي انشئ شركه. لا ما يصير في شيء اسهل، تروح تشتري شيء اسهل. ليش تسجل وزاره الداخليه؟ لا في شيء اسهل، انت دخلت فلسطين صح ولا لا؟ مش دخلت فلسطين، طيب على الدول مش تم هنا ليش؟ خليها عندنا، ما عندي مشكله. هم اللي ليش؟ احجز
ليش؟ أعطيني سبب. تفضل يا شباب. بدنا ناخذ بريك. هو كمان شوي بس عشان اوكي. لا يعني الموضوع خلصان كان يصير بالاستراتيجية. لا مش خلصان. انت شايف بدك تاخذ من برا. لا ولا كيف؟ عشان معلش طيب خلينا نمشي نرجع للنقاش هذا اوكي انا هذا حالها بس لكل شخص اوكي خلينا نمشي هاي لحالها بص يا جماعه تخيل طبعا هذا كله ناقشنا الحكي اوكي هذا الحقيقه لانه هذه كيس مهمه بالنسبه لي اوكي هذه كيس مهمه بالنسبه اوكي يعني هذا السؤال يعتبر ايش ناقشنا لو كان وي يوز ال FIM for ego in Palestine. طبعا مدام عندك ال AAA concept تنسوش ال AAA concept هون مدام في لوبينج عندك وعنده ومنين انا جاي وشو اللي مسويه وفي فيدريشن وفي فيدريشن يعني وين ما مش الله حتى الفيدريشن موجود يا جماعة انا فلسطيني وجامعة فلسطينية وانت فلسطيني ووزارة فلسطينية الفيدريشن اصلا موجودة باي ديفولت موجودة بس في قرار مش قادرين نقنع احنا مش عارف هذه المشكله مش قادرين صدقني الفيدريشن موجود هي موجوده اصلا دولة انا بدك فيها خلينا نشوف يصير جامعه اكيد يعني جامعه مش لعبه تعطي واحد بكالوريوس مش عارف شو مش بس هيك يعني مش معقول زعل انا كاستاذ ما تعطيني شو زي باسورد يعني عندها خوف زي ما انت عندك خوف الجامعه تعطيش اي استاذ يوزر نيم وباسورد او اي واحد يعني يوزر نيم وباسورد لاستاذ بعدين اريح للواحد بحكي لك دكتور كيربروس وين ممكن الكيربروس جاي بس ما له كيربروس يعني الكيربروس يجوا زي ما حكينا يعني داخل مؤسسه بظبط في الوزاره نفسها الكيربروس ممتاز ما عرفش حكي بس الكيربروس دي بالك اللود تاعه مش مزحه وبين يعني بين الوزارات وبين الجامعات والمؤسسات والاوفيسز اوكي مش مزحه يعني احنا بقى انا بدي اجي بالطريقه العكسيه انا متفق مع الاتحاد وسمحت لك لما بده يصير مشكله او خلل كيف بدي اتبع اقدر اتحقق وشي جهد ايوه بس سوي اللي قلت شو هي موجود لا هو على السيستم والله انا مش انا جيت انا اسم سلام اذا انا ربطت باسبورت عن سلام اوكي صار الغلط بعد ما طلع من عندك في احدى المناطق نفرض انا انتحلت من عندك هو احنا بدنا نرجع نفس الايديا بدنا نستنى عشان يعني اذا انا بسوي سيستم عشان ما اسويش غلط مش راح اسوي سيستم بالضبط يعني انا بسوي سيستم عشان اخدم اذا في غلط بحله انا هذا مفهومي للاشياء زي ما قلت لك فيش اطلع اسوي سيستم عشان اخدم بالضبط الفكره حكيتها انا متفق معك 100% كيف عشان بس قدام المطلوبات يعني انا متفق معك عشان اول شيء قرار يتبنى الفكره طبعا يعني قانون يحمي القانون نمشي يا جماعه بدنا نمشي بعد ايش هذه المشاريع وليش هذا الحكي وليش هذا الاجتماع بدنا نمشي مظبوط ولا لا مظبوط بدنا نخاف بدنا نمشي دائما في خوف من التغيير اي تغيير طبعا هذا نفس الحكي اللي حكيناه اوكي هو الـ الـ في عندي تراست دومين اي اوكي طبعا بطلب اول شيء خدمه وبعدين هذا الخدمه يعني نفس الحكي تماما اوكي عبر التراست دومين بي بطلب الفيدريشن بطلب الاوثنتيكيشن من التراست الاصلي لليوزر اوكي اذا الحكي اللي حكيناه تماما المثال هذا اللي موجود اوكي طبعا ممكن يكون كمان سيستم تو سيستم اوكي يعني من وزاره لوزارة لا تنسر لي يعني كسيرفس ممكن تكون يعني الداتا بيس تاعت الداخلية ممكن الداتا بيس تاعت المواصلات تطلبها بشكل أو بآخر أو تطلب جزء منها برضو بدها يعني نوع هذا أسهل بو يعني بعرفش يعني وأحيانا جزء معين so authentic credentials are ones طبعا يعني هوني مصطلحين حلوات كثير authentic credentials are ones that have not been tampered with and are received exactly as issued by the issuing authority valid credentials are ones that are trusted for use by the target resource يعني the credentials اللي إلي the username والpassword صحيحات 100% وموثوق فيهم في مركز الحاسوب okay هدول شو نسميهم authentic
بس لما اجي ادخل فيهم على الدا... على ال... على الداخليه مثلا نوت فاليد صح؟ ليش؟ لانه ما فيش مش نفسه مستخدمات في الداخل. فبدنا نميز هون بين الاوثنتيك نوت اوثنتيك وفاليد ونوت فاليد. طبعا اذا نوت اوثنتيك ات شود نوت بي فاليد فور اني سيستم. اوكي؟ اذا نوت اوثنتيك ات شود نوت بي فاليد فور اني سيستم. however if it is authentic بدي ابحث عن الفاليديتي بعدين. اوكي؟ وين فاليد؟ فاليد بس عندك ولا فاليد في الفيدريشن؟ صح؟ اوكي اذا هذا مصطلح كثير حلو. بعد البريك بناخذ اكزامبلين سريعات طبعا حكينا عنهم عمليا، بتحبوا احكي عنهم واخلصهم او انه بعد البريك نخلصهم زي ما بدكم. طبعا في كثير اكزامبلز على الاي ام سيستمز، منهم المايكروسوفت باسبورت في اليو كي اثينز، في شيبيروث شيبوليث اوكي شيبوليث ام سوري في الوث الليبرتي اليانس كارد سبيس ايجنز والاوبن. الاوبن اي دي مستخدم في احنا راح نحكي بشكل سريع عن المايكروسوفت باسبورت وعن الشبر. اوكي راح نحكي عنه كيف بيشتغل بعد البريك. موضوع على فكره كثير مشوق كثير حلو يعني بحثه